ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم حلقتنا في هو وهن، وحلقه بعنوان نحن نختلف عن الاخرون. وعشان نبقى مختلفين بقى عن الاخرون، ان احنا لازم برضو نختلف في بشرتنا وفي اهتمامنا بشكلنا. جايبه لكم الحقيقه النهارده وصفتين لطاف جدا، وكل المكونات اللي هقولها لحضراتكم سهله وبسيطه وموجوده في اي بيت مصري. الطماطم والعسل ده اول ماسك. الطماطم والعسل، خليني اقول لكم ان الطماطم والعسل، الطماطم بتعمل على تفتيح لون البشره، والعسل بقى طبعا حضراتكم عارفين يعني العسل وفوائده وان هو قد ايه كمان مغذي للبشره. تعالوا اوريكم بقى احنا معانا ايه. معانا طماطمايه هرسنها، بنهرس الطماطم، ومعانا عسل. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هناخد الطماطمايه دي وننزلها كده في بوله بسيطه جدا، على فكره موضوع بسيط جدا خلاص. وناخد شويه عسل صغننين، معلقه عسل مثلا. تمام اهو، وبنقلبهم كده مع بعض، بنقلبهم جامد عشان بقى ايه العسل يدخل مع الطماطم. عايزه اقول لكم الماسك ده خطير. هو العسل عموما اصلا، العسل مع اي حاجه يتاكل بقى، يتحط على البشره حلو جدا. خلاص بتحطوه على بشرتكم من تلت ساعه لنص ساعه، بتسيبوه بعد كده بتشطفوه عادي. طبعا مش من اول مره اكيد هتبان نتيجه، لكن مره في مره الدنيا تظبط. طيب ده اول ماسك. تاني ماسك العسل واللبن والليمون. بس خليني اقول لكم حاجه، الليمون لو حد بشرته بتلتهب ما يحطش ليمون خالص، حطوا اللبن وحطوا العسل، لكن الليمون بلاش خالص. طيب بنحط، استنى عشان اجيب لكم المقادير بالظبط، معلقه كبيره من العسل اهو، بنحطها بالشوكه اهو، معلقه كبيره من العسل، واربع معالق لبن، ومعلقه كبيره من الليمون اهو كده. ده العسل اهو، تمام، يبقى معلقه كبيره من العسل واربع معالق لبن اهو، ومعلقه كبيره من عصير الليمون اهو، وبرده بنقلبهم. بس ده بقى بنسيبه على بشرتنا، يعني ده بنسيبه على بشرتنا من 10 دقايق لربع ساعه تقريبا. خلاص، هو العسل لو تلاحظوا ان العسل كمان في موجود في يعني اي وصفه، اي وصفه هتلاقوا العسل موجود، عسل، زبادي، اي حاجه طبيعيه في البيت عندكم صدقوني بتبقى حلوه جدا. الماسك ده هنسيبه من 10 دقائق لربع ساعه. اما الماسك الثاني الطماطم بالعسل هنسيبه من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. بجد جربوا الوصفه دي واكيد هتكونوا مختلفين عن الاخرون.